أدي قرأ عبد الله بن عمر رضي الله عنه إن الذي قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيل. خمسة الأركان يكسع الإسلام، خمسة جدا يكسع الإسلام. أثن مثل أفخام أري خدم العبد خمسة جدا خمسة خمسة جدا وخمسة الزغل. ولكن ماذا قال لك شنو تخدم فيك جدا قلت فوق تطفين تتكني تيقي حي ولكن وثر نظر في الاست جد كان كني قال ترى ساعه تنفع ورسع ترى نفع اي خطر وتزدغ دار ورك من عند ذوك سميض ورك من عند ذوك صغار ورك من عند ذي الهوى ورز مرضى سيد الدخي خطر وكمن وما قيمتك نون في اعتراف. وكذلك خمسه الاركان يكسع على الاسلام: فصلي الزكاه الصوم الحج. ماذا قال له واحد سن كان تبيك كان يتعفض وتعفض وثر نظر في الاسلام خطر قد بني الاسلام على خمسه يبنى الاسلام في اللاست ذا شو يبنى في اللاست يبنى خمسه يقذن الى نقراك سيدي ربي يبنى في اللاست وين الى نقراك مدن ذوات مثنكي يا عباد خطر ماشي واحد كانت عايش عايش ذوات مثنكي يا عباد واستعام رضي يسن من كل يوم ديك غادي يلي ذي الملح ذي الماكله. انما المؤمنون اخوه ان يذف مثلا جوجل انا ماذا قال الدين نايف كثير باش هذه سيير امكاري المعامله غير مدن اذا ماذا قال ثرني المعامله نشوف التجداني انا خلي كتشط النفعه تجداني الاسلام ما تصلي ما الزكاه ما الصوم ما هذا الحج ولك اماكن ما فتش اماكن ما فتش النفع اي بوتيني خليك ما تقول ثرني في الناس ثرني في الناس فينيت اتشكش مدر واش ولك تزدغ ولكن ماذا قال لك شيني ثون فضاش كان كني ام ثم طوثاكي ام ثم غارثاكي ايدي في دينك الرسول صلى الله عليه وسلم تصوص مع 12 شهر تظل عام 12 شهر ولكن تون فاسن كان كني وثرنا رفلسنا المعاملات سيذو العيفة ضرب بيش يرسيس الجهنة ما يزني قوي إذا أمكن ننفع على رأي بطونا قيل لفني وثرني ضرر فلسل وتستغ ضرر أكني وتستنفع ضرر ستظلي ثيك الزكاة إنك الصومي إنك الحجي إنك ماذا قلت لك شنو وستنطرني ضرر ابني شوف له وستعذر المعاملات غير كذل الخلق سيد ربي الرسول صلى الله عليه وسلم يختصر ذا اشتقينا الدين المعاملة الدين ذيني لان يراك ذيك ما كمك شيني تجي هذا ذي الوالدينيك ذي الخميش ذي الجيرانيك ذي العيبة السلطة ذي العيبة ذو ثنت السندارة مولاش هذا وضيع عبد غاردين أنا تشفر ثمسات تنبافيس أما كنت تفر ثمسات التمغار تجي هذا جعل يخدم الدينيس وخلا ذي النام الرأي بيث وسيف وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا تظل لي في ذي الساسة الرحفان يتمثل خزرت كان على خطر الزكاة ماذا قلنا أثم زور تفردي وسقاس وفي السنة الموسى على العبد وتزكرا الصيام أفردي وسقاس ماذا قلنا يهلك مالادي كورونيك وتصوصو مران الحج أفريد ذي العمر نبنى دمرا ولكن ماذا قلنا يهلك نويس على سويسي سارة يروح سيدي ربي عفيس إبافيس ولكن فصليت وثغل لارنا فافيس حاشا ما يموت حاشا ما يروح الروح نيه يقرد عمران بن حسين رضي الله عنه الذي ندى الرسول صلى الله عليه وسلم صلي صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا وإن لم تستطع فعلى جنب الظل سيف الدين مزمر راسي في الزل شي غيمين مزمر ذات الزل شي غيمين الزل غافي ديس ومزمر ذات الزل غافي ديس رحمة ربي توسع الزل شوالني يا هيك فافي شو يزمر ذات الزل شوالني صافي الزل شويس حاشا ما يفرح نينس انا فوق تمثال انا حبست الزليت غفافي كاكينا اذا دا شو غيكتب دون ديال تزليت خاطر تساكين غير الصاص رحفا خمسين فردان دكواس يا سيدي في كان يوزع عفن غاف خمسين فردان دكواس اتفوض الاماكن ديالنا كما هذا اللي ظل نيك الصباح حاشا ما تغايض تصب اذا كنتشني قال مدني قال الله يحوض ولكن تكشما تزليت غير في ماس مي تروح ذا تاكور اكدينيت نفسيتي كتخدع ثلاث تزليت مي تروح ذا دينيت كيف ثلاث تزليت تصوض تسخم تاخذ زاويه ثلاث تزليت فزليتك اتبعك خمسين فردان دكواس الصلاه عماد الدين من اقامها فقد اقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين كدي قرر الرسول صلى الله عليه وسلم اذا ينادي ان في تصليت يدد مره الشعائر الدين مره اما الزكاه والصوم ديال الحج الفرث عند مره اكاكي اذا فصليت اخزر كان دي قرر تسجل اللي صار رحبه وانت يخدم يخدم الدينيش وانت يهدم يهدم الدينيش كاكي امشي خدم الديني خزر كان امكان خدم الدينيك تصليت فصليت الرسول صلى الله عليه وسلم دي قرر اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه صلاته فإن صلحت صلح عمله كله وإن فسدت فسد عمله كله فصليت فكدي سقسي شام زواروث خاطر سقسيني قوني غير قناع قياكي خاطر كنت صندق من الميثين شوفاني يا قي انظر شو تمسد بك ولكني ناخذ ربي ذي القران ناخذ ذي السنه نهدي غير من غوق بلا غير فتيحي فصليت ساكي فكدي سقسي ما تصيح العام اللي هو كيصحى ماذا قال فسدت صليتي كل شيء كيفسد ام كتصيح تصليت مبابيش تصيح سيني امور تنجر تصزر تستفقد القيمه الركوع السجود الخشوع اماكن الزول النبي صلى الله عليه وسلم ادينا نصلوا كما رايتموني اصلي الزول هذا اماكن الزول اكا ماشي دان قبان سنقيف نخدم خمسه ركعات اون ان سكوند انفك تزاليت كان انغيوي غير شغينا وكيد الموعد ذا رونديفو سيدي ربي الى قاسي العبد ازاي تاكي النقطه تمجروث
تسني نظم فصل تنهود غفل الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ماذا قلت إنها كده تقرع كده في الصدر حرام تقرع كده فين نديرين أم يقولك ذي الولد دينك ذي الجيرانك ذي العيبة السلطان العيبة والنسين ضران ذي الفيع وشران ذي الشوق ذي يهضور ذي كلش تقرع كده فصل تيكور تسقط الصحة. ماذا قلنا وكيد قرع فصل تيك والصحارة فصل تني يقرض سيدر بين دينان. إن الصلاة إن تفصلت شين دين هون غفل الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والرسول صلى الله عليه وسلم يند من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. وند نهار الظالثيس غفل الفحشاء والمنكر يلقد ناقيب اللي وثقوي ذلك ورثقوي ذكين وثقوي ذكا ونزل له كما يتمثل باش نخذع حاشا ماذا قد الوحدات ودانا نوحان ظال بعد أن نغير نخذع كجنا ندعي إيمان نظين شيمن إلى قان أنظر تمسات للإسلام دا شوز بلذين إلا نجرانا إذا الإسلام يتمثل أي نخدم ذي الجماعة أما ذي الظالي ذي الزكاة الصوم ذي الحج ذي موين بشد المكثين سيدي ربيع ذقويني جحل لا تنخدم ذقويني جحرم وتنخدم راه. ولكن ماذا قلنا الأوبجيكتيف نا يروح الغاية نا تروح إلى قان عقب للوسيلة تروح أنا عقيه كي سبحان الله. أما كان إثروح إثم غارثقين في دين الرسول صلى الله عليه وسلم وانت تصوزهم عام 12 تظلن عام 12 ولكن جهنة ما يتشي كان على خطر يقوي يشير شيش كلا دين كلا تخذ مرة كلا تخذ مرة يروح كان أيث مثلا. إذن هذه عقل كل إنسان أريلين قبري ذاقين أوني هاركا إلى قد يعقب لين إلى قد يغي أقبل أذاتي فذي حي المسلم المسلم ذوين يسيمن يعيفاد يدين ماذا قلوا سيمن لا قرسا ونغنزال نغنقيم ماذا قلوا سيمن لا ريما ويان نغنزال نغنقيم لا نعيفاد يقولني مولو نسينا لخامن قمغارا نقول فتصناش أدرو حدي الزال أدرو حدي الزال أسيني فاف السمحية ثانتو دان بعد أدرو حدي الزال خطروا كناس المواشرين سبخام جينين تن مخلين دي عمر وسعين لا يفوق النفع عن زل أدرو حدي الزال بعد أدرو حدي الزال أنا عمي سيدي ربي نعم يا سيدي ربي. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. كي يخادعون الله وهو خادعهم كي لمن غن خدع لك مثلا يقضي الليل نظن وما يخادعون إلا أنفسهم ما يشعرون تقرأ سورة البقرة كي يتمثل